وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الاثنين بن أحمد واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هاد الخيرات تنوريو الجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجالة بنات ولاد، أهلا وسهلا بكم جميعا. كيبيعوا خضرة 60 ولا 50؟ قالك 70 تقريبا، مطيشة لي 120. بشحال بعتي الخضرة اليوم؟ 70 ريال باش تبيع الخضرة. والفلفلة اللي بغاها وحدها؟ 50 دراهم. ومطيشة شحال؟ 60 دراهم. 60 دراهم كما تشوفوا معنا في الاثنين بن أحمد قريب صعد. هاد الخيرات وهاد اللفت اللي بغاه وحده تا هو شحال؟ شحال قلت لي 70 دنايا؟ 70 هاد الخيرات كي تشوفوا كلشي 70. تبارك الله هاد الخيرات في الاثنين بن أحمد مطيشة ب 6 دراهم باش كاينة في الاثنين بن أحمد. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان في المكان وداخل الوطن أو خارج الوطن. ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون مرجان. العافية شاعة. شاعة فك هاد العافية ولا فين شاعة؟ شوف الناس يقولك الله عاطي الرحمة كيما قالك. اهلا انا غنمشي ان شاء الله. بشحال بعتي هاد الخضرة؟ الزيتون 60 حيدا مطيشة. مطيشة تلقى فايتة 60؟ ويني ها اللي حرشك هو هاد قالك العافية شعلة شعلة لك في الحوايج. البسباس كلشي 60، البصلة لا بحال الفلفلة ودي جا اللي بغاهم غاليين شوية ما يدريش كيفاش تهما شعلتي فيهم العافيه كيما بغيت. نحيي كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. تشت معكم ماركه اخرى هذه شتا. صاحبنا بارك معنا بارك. او هو مقابل الميزان وبارك. لا ما تقيدوش. قيدوه على حسابي قيدوه على حسابي. على حسابي فيها الخير. مصطفى ودعبده مصطفى ودعبده. هذا شباني شحال عنده؟ والله بحال عندي الراحه ريال ما يخرج لي. خينا راسو من هو امين ديالنا ياك ولا امين ديالنا شو هاد الخير بارك الله. وبشحال بعتوا هاد البصله هادي؟ 50 ريال. هادي 50 هادي 120. او ترقص في خريتك خليهم ولا مقانون وكاد اش غنزبط على روسنا؟ 120 120 هاش غادي تزرع مرجان غليتوها شويه 110 100 والله 90 عند مولاي حيت اليوم كما قالوا السلعه قليله ياك واحد المره قالت لي بحال المره قالت لي تخنوش توا جادينا في البسطه خنوش والله ما كذب قالت لي خنوش جادينا في البسطه وخنوش مسكين بعيد كانت عنده فلاح وقال شوف اش تقول ما عمرك تقول هاد الهضره الله يرضي عليك ما تكونش ما يكونش عقلك دي ما يكونش عقلك التفاهات وهذاك الشيء هذا الشيء الخيرات راه موجوده والثمن لا كان يكون وتطلع ويهبط الثمن زين داخلين وخارجين السميده ديالها 220 زين دار لي 360 انت شحال تاخذ تاع السميده؟ انت شحال تاخذ تاع السميده؟ وانت الله يهديك ما تكونش غلط ما تكونش غلط قلت لي جاتي 6 دراهم 110 قال لك هذا اختي عنده 110 ولا 120؟ راه شاف كذوب هادشي كذوب مرجان راه غالي انا عرفتك تكذب واني تدخل بشي حاجه اللي بعيده عليك علي وعليك لا 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 حنا راه كنا صرنا ناخذوا فابور يجيبوه لنا حتى للدار واني راه خاصك تخدم خاصك تكافح على راسك ها وانت انت خدام خير الخدمه الله يربحوا فيها وقلت انت زيدي معاك حتى انت في الخدمه صافي تاني تقريبا لك صاحبي راه ما حد دراوش هذا كي جاك هذا نعيروه لبلاد وسي نعيروه لبلاد وهذا تا هو يدير واش شتي ياخذ البلاصه هذا وانا ما عرفتش كيفاش غادي نهضر له شوف هذه غير قناه زيتون مرجان تتوري الجاليه المغربيه والناس ولي المدن الكبرى ومن يشاهد قناه زيتون مرجان كبير او صغير تنوريهم الخيرات تاع الاسواق الاسبوعيه راه كاين في المملكه الخيرات موجوده وقفين مسلم
مسلم عشي شوني بصح حد ري صغير كاع العالم هذا هو واحد واحد ياكل ومارو شوف العالم كلشي هضرتك راه سجلتها وتحمل مسؤوليه والله تحمل مسؤوليه مالك صافي حرجتيني والله يتحمل المسؤوليه بقاش من الموت راه الاعدام يعدم واش باغي كاين شي حاجه من غير الموت باغي يمشي لحبسي يعيش فامور الراس ما نديوكش سيدي بقى باركت والرب يقول لك تعيقتي بزاف وانا عارفك انت راجل درويش وانت تهضر فاش مدروش انا جيت عند واحد واش شراكت ولا ودك تخدم كيفاش اي كيفاش وسيله راه كاينين الوسيلات خدامين فيهم الناس اخرى كاينين الناس خدامين كل شيء باغي تخدموا في الوسيلات واحد يجيب بطاطا واحد يجيب خيزو واحد يجيب اللفت واحد يجيب الكركاع واحد يجيب اللوز واحد يجيب المشمات واحد يجيب البرطو انا ولا اللفت منديش واش يا خالد سكت دابا المرش واحد المسلم خاص يعرف المسلم ماجيش المسلم ديال جناح تباش مسلم تسلمتي معنا درك هما يعلم بك الله في القلب تاعك وقاليتي يعلم ها اللي حرجه هو هاد السيد مول الجلابه كما تشوفوه هو اللي حرج هاد السيد مصطفى وعبد الله هو قال ايوا هذا الشيء مصطفى مصطفى وعبد الله عليك مربيع شوف الله تعالى سبحانه عز وجل كل واحد خلقه بالرزق تاعو شوف هذاك عنده ولده خدام ولا هادي ولا بنته ولا هادي الله راه سخر الهذا لهذا الله بلغ لك تبلغ الله بلغ لك اش عندي انا راه قناه صغيره راه قناه صغيره تيشوفوا غير المشاهدين قناه الزيتون المرجان واحد القاسم تتبلغ من ولد داوش ودرح منه وما هيش تاع معطري انا وختمي هذاك صباط كبير ان شاء الله خير ان شاء الله خير اش هذا الخيرات الخير اخو 70 وما عرفش 100 كل شيء 70 70 كل شيء هادشي باش بعتي؟ هادشي باش بعنا المواطن كما قال هذا الراجل كلشي ب 70 ماطيشة ل 100 خضيرة زوينة واخا ماطيشة خضرة شوية؟ اه هي اللي كاينة هي كل ما كانت خضرة راه كاينة المليحة ب 140 كاينة المليحة 140 الله يسهل لك الله يرحم لك واللي بغى غير بطاطا تاع هذا البطاطا ديال البلاد 6 دراهم علاش؟ هاي هاي تفتي القياس الله يسهل لك وهذاك بالقاسم عمي صالح حكيتي بخير الله يحفظك قطر لي الله السلام عليكم الله يحفظك ما كان ورا خويا قال غير هاد الماطيشة ولا السوريش ها؟ ماطيشة 100 درهم 42 وهاد الخيار وهاد وهاد الباربة شحال دايرة؟ الباربة شحال دايرة؟ 100 درهم 100 محرشين اوكي خيرة موجودة في الاثنين بن حمد قليم ستاد في بن حمد الخير موجود الحمد لله هاد الحامة والحار شحال داير؟ 100 درهم الحارة 240 وهاديك القرعة الرطاية اللي جاولة 300 الحمراء في فرنسا اي اي هاديك دايرة 300 اه راه الغلال بلاصتو سي كما تشوفوا في الاثنين بن حمد هاد الخيرات نوريوها جميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان شتا شتا الزيت تبارك الله كي داير بخير لوسي لوسي الله يحفظك ماشي غليتي لا مزيان حاجه زوينه ياك بلدي ردواده توا وهاد الكرعه بشحال بعتيها؟ الكرعه عندنا 160 وهاد الحامض اللي ماشي توا وهذيك الثومه 160 الرابعه كما تشوفوا هادو احبابنا تنعرفوه من زمان ماشي غير تنعرفوه غير دابا ياك بخير ناشط الله يبارك فيك الله يبارك فيك وسهلا كي داير بخير ناشط شحال الخيرات؟ 70 ريال اليوم الخضره 70 ريال اليوم الخضره طماطيشه ب 70 علاش؟ علاش انا قلت لك نهار الشمال ريحه رمضان ياك شمت ريحه رمضان ماطيشه شمت ريحه رمضان ويد صاف صافي دقه وحده حيت رمضان كيجي في كتافه كيعاونها تيعاونها بالحريره وبالخيرات والشباكيه قول لي وهاد الفول وهاد كلشي دايرين سومه وحده 70 واللي بغى غير حاجه وحده ها
على حسب الشيفرون بغاه وحده. وهاد البسفاس وحده 70 ريال. وهاد الفول وحده 80 ريال. وهاديك الفلفله والدنجان شاركوهم وبحال بحال ما تنشاف. ايوا علاش راه دايرين حدا مرافقه هي ويا غادي بالطريق وحده. كما تشوفوا الخيرات في السوق الاسبوعي بمدينه بن حمد مرحبا تخطفوها خطفوا. كما تشوفوا الخيرات موجوده والرواج والخيرات في الدين بن حمد. الخيرات تنوريوها لجميع احبابتنا في المكان وقناه الزيتون مرجان.